أهلا أحبائنا مشاهدينا، بحييكم باسم يسوع المسيح من ضفاف بحيرة طبرية، بحيرة الجليل، من الأماكن المقدسة مثل المجدل، بلد مريم المجدلية، من كفر نحوم اللي شهدت خدمة يسوع، جبل التطويبات والأماكن اللي كان بيتنقل فيها يسوع المسيح. أنا عاوز أشجعك برسالة في هذا الوقت. في سفر إشعياء إصحاح 43 آية 18 وآية 19 مكتوب: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمر جديد الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ هاي الآية بتشجعني كتير كتير، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. تعرف إحنا كشعب يمكن شرقي منحب نعيش بالماضي، سواء بألامه وسواء بتعاسته، سواء بهزيمته، سواء بفشله، أو سواء بنجاحه، سواء بافتخارنا بالأمور اللي صارت في الماضي، وكأنه الماضي هو كل شيء. واليوم في ناس فعلا الماضي بالنسبة لها مثل شبح بذكرها في هزيمتها، بذكرها في إحساس الشكاية، الإحساس بالخزي، الإحساس بالعار، الإحساس بالخطية. وكل ما بدك تنمو مع الرب يسوع المسيح كأن الشيطان عم بشد الحبل وبرجعك لإله. اليوم اعمل ستوب. يقول كتاب: ها أنا ذا صانع أمر جديد الآن ينبت. فإذا كفى من النظر إلى الماضي، كفى من النظر إلى الفشل، وكفى النظر من النجاح. تعرفوا في أكتر شخصية ممكن يفتخر بالماضي هو الرسول بولس. كان عنده كل الإمكانيات، كان شخص ناجح بكل معنى الكلمة، مثقف في جامعة طرسوس، وتعلم وتدرب على يد جمالائيل، حافظ كل إشي، بيحكي لغات ودارس الفلسفات، والله استخدمه يوصل البشارة إلى كل أنحاء العالم. لكن اسمع ما قال بولس لكنيسة فيليبي: إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فإذا هون إشعياء بيتكلم للمسبيين، ودائما بيفكروا بالماضي وأمجاد الماضي وبالهيكل، وبعدين من ناحية تانية بيفكروا في السبي وشو حدث معهم في السبي، سواء أمجاد سواء فشل. كفى للنظر إلى الماضي، ها أنا ذا صانع أمر جديد. وهون بيتكلم بالحاضر الآن ينبت. تعرفوا الواحد لما بينظر بالإيمان الله ببارك إيمانك. فإذا المسيح هو اللي بيعمل الأشياء الجديدة، الأشياء اللي فعلا بباركك فيها. الحاضر، عيش في الحاضر. في ناس خايفة من المستقبل وخايفة من الأمور اللي راح تحدث، وفي ناس خايفة من الماضي. الماضي تحت دم الرب يسوع المسيح، المستقبل في إيدين الرب يسوع المسيح. في الحاضر أنا بسلك بالإيمان مش بالعيان. واليوم إذا أنت بعدك ما اختبرت يسوع المسيح، اسمع ما يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا بصلي بركة الرب تكون على حياتك، وأنا بصلي شفاء المسيح يتم فيك وتسديد الاحتياج، وأنه يفتح السماء ويفيد عليك بكل بركة، وتشوف أمور عجيبة، أمور جديدة بنعمة وبركة الرب يسوع المسيح.